السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في مقطع جديد. إذا اليوم سوف نقوم بشرح لكيفية الحصول على المجوهرات لتطبيق بيجو لايف. إذا كما ترون هنا إنني على الأكاونت الخاص بي، وإنني أتوفر على 0 مجوهرة في أكاونت بيجو لايف كما ترون هنا. إذا سوف نشرح طريقة الحصول على هذه المجوهرات. إذن في الخطوة الأولى يجب عليكم نسخ الاي دي الخاص بكم، اي دي بيكو الخاص بكم كما ترون هنا على الشاشة، هذا اي دي الخاص بي. إذن سوف تقومون بنسخه، ثم تتوجهون إلى موقع appforgen.com/bigo كما ترون على الشاشة الذي سيكون في صندوق الوصف، ثم تدخلون الاي دي الخاص بكم في هذا الموقع، وسوف تختارون عدد المجوهرات الذي تريدون الحصول عليها في الأكاونت الخاص بكم. إذن كما ترون هنا على الشاشة سوف تستغرق بعض الوقت لتوليد هذه المجوهرات. إذن سوف تنتظرون فقط لبضع ثواني، 10 ثواني تقريبا أو 15 ثانية، ثم سوف تستطيعون المرور إلى المرحلة الثانية كما ترون هنا على الشاشة. إذا بعد هذا إلى الشيء المهم، وهي المجوهرات في أكاونتنا بيكو لايف. وكما ترون هنا على الشاشة سوف نقوم بالحصول على عدد المجوهرات التي طلبنا كما ترون هنا على الشاشة. نقوم بتوليد هذه المجوهرات، وهنا قد حصلنا على 85,000 كما طلبنا في الأول. إذا أتمنى أن يكون المقطع قد أعجبكم. إذا أعجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك وتكومنت إذا أردتم. مع السلامة، شكرا.